قبل شوي ذبحنا حندوره. اول شيء اهلا وسهلا بمطعم الشيف، الشيف حاله، مطعم الشيف حاله من امل عشاء. عشاء مش مستاهل يعني. جرن كلاب مش جرن، معلش والله يا نخرج جرن كلاب. ليه هاي شو جابها؟ 16 حبة مندورة ضمة بطل والمتفجير، كيس بطل وضمة ماكدونالدز. معك اتصال بس معلش تفضل. مرحبا كيف؟ مرحبا يا هلا. شلونك؟ يا هلا يا هلا. شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. بس بدي اسالك على شغله. معلش سؤال بس، وطي صوت التلفزيون عندك شوي. ولا يهمك، وطي التليفون يمك، يما انحرق. وطي هذا المربع الان. ها يا شيخ، يا دمك انا بسوي كلها اسفندورة دايما. يا دمك بس ما بحط عليها الجن. ها يا دمك ها. ضروري الجن ولا مو ضروري يا شيخ؟ والله جوزك عايش بعده؟ ها جوزك عايش بعده؟ ما بعرف. مو بهم الجن، اذا جوزك مش عايش لازم الجن، معلش يعني. ها خلص، شو كان الاتصال؟ معلش بس نكمل. يا خالة. الو كيف حالك؟ الو مرحبا. الو ايوه ما سامعك، سامعك يا ابني سامعك. وين اخبارك؟ نعتذر من الو طبعا اتصال اسفين في ضغط على الشبكات زي ما بتعرفوا اعزائنا المشاهدين. بس معلش نكمل. وين مساعد الشيف؟ مساعد الشيف وين؟ اي محمود الو ايوه سامعك يا اختي سامعك. شو بتسوي قاعد؟ بسوي قلاية. قلاية؟ اه يا اختي انا فكرت تجد العملية. عملية؟ حددت الطعامة؟ حجم طعامة انتي؟ لا 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 الو لا انا مطعم ام محمود. نعم ام محمود. لا معلش خلص بس خليك سوال معنا. الغسل يا بس تنشف لازمه. يا اخواني بخلص يحط الغسيل. الو المخرج بيكلم معنا تليفون. معنا اخر اتصال بالبرنامج معلش ما بعرف شو. الو الو مرحبا شيف. هلا اذا دهرك ولا لسه؟ اسمع شيف بدي اسمعك قشر البصل، شو بتعملوا فيه بعد ما تخلصوا؟ بدي اكل البصل. الله يسعد الله. اسمع شيف، شيف انا ما حكيت عشان الطبخة. شيف انا ميتة على اشي تاني. لا. انا بحبك. انا بحبك. بحب اللبنية. صحتك يا اختي. خلص ولا كمل ولا؟ خلص. بنحط مي اندومي مع عصير سجاير. عليك شغال شغلي. مي اندومي مع عصير سجاير. تربية 50 مل. شوية ملح معلش. بقايا بندورة. نحركهم ليه؟ لا شفت فيها واحدة بكل يدين ضغط. مختبر كيمياء يا أبو جوزي. لو بدك ما شوية ملح. ماي جاد. بس الخفيف حركة سريعة. الحركة الثانية بريق أو بكرة قهوة. رأس ملعقة صغيرة من الحزن. نضغط إلى الدكتورة.
يضاف الى الرزق ميزان يعني اذا كان خلط عمله قبل هالمره انت اكيد تاكل كيف كيف لو تليفون المستشفى معاكم حد معاكم المستشفى يا اخوان والله خلينا نكمل غطي لكن قاعدين تفضل